السلام عليك العزيز، وفيديو جديدة ديال سبليندر لاند. اليوم ان شاء الله ندوي على كيفاش طلع السيلفر 3، قد ما كنا دوينا على كيفاش طلع برونز 1 كارت وحده اللي هي هادي ديال مايرو. غادي نزيدو على هاد الكارت هادي وحدين اخرين الخاص، وغادي تقدروا تطلعوا زعما السيلفر 3 اللي زاوا. وحنا غادي ان شاء الله حتى نبداو 3 لي سيزون 4 ان شاء الله نكونوا تحنا في الجول ديال الجامو. ما كاين 30 كوفر فهمتيني، 60 كوفر، 150 كوفر اللي زاوا فهمتيني. فغادي نشوفو الكومبو ديال لي كارت. بالنسبة للبلاسمون لي زاوا راه سا ديبون على نتوما لاعبين ضد شكون فهمتيني. ما يمكنش ندوي دابا على بلاسمون واحد. في الاول كنت تنقول هاد البارتي هادي علاش حيت تكون باتي من زيرو ممكن تلعبيه شوية وتربح. دابا خصك تشوف خونا اللعب ضد الطول اختنا اللعب ضد الضعف باش تلعب ليك، وباش تعرفها لي زاوا بلا كارت لي لعبات بيهم ولا لي لعب بيهم غير صامو تيبينو عليك فاش تبدا الكومبو. فانت خصك توقع خونا باش هادي يلعب. غنشوفو لي كارت لي زاوا لي خزينا. اول حاجه نبداو وندوي على كل كارت اش سيت ديال العزاوة. نتوما تستخدموهم فهمتيني، تستخدموهم على حسب مع اللاعبين ولا حسب نتوما اش توقعات لعبوا زعما داك اللاعب ضد الطوب باش غادي يلعب ليكم. اول حاجه الدجاجة العزاوة ضروريه فهمتيني، الا شيت فيها هاد الزيرو مانا ممكن ديما تلعبوا بها العزاوة، خصوصا ان حنا تلعبوا بمارو عندو هاد الكونتر اتاك ديال الاشواك تطلع زوينه الدجاجة هادي. واحد نصيحه الاخوان ديرو مورا الطونك ديالكم، ثاني بيرسوناج مورا الطونك فهمتيني. ثاني حاجه الاخوان واحد الكومبو واعر ديال هاد براوني مع الاوز. الاوز الاخوان تنقص سبيد لي زينمي ديالكم، هذا تزيد لكم سبيد لي مونستر ديالك. الوغ انت غادي تبدا تتفرقع في الانمي ديالك الاول فهمتيني. هذا كومبو زوين ممكن تلعبوه بواحد وممكن تلعبوه بهم بجوج، وفيهم واحد مانا لي زاوي وجوج مع بعض خاص بالجد. كاين هادي لي زاوي تاع تروكسي مزيان والبري ديالها رخيص بزاف فهمتي، واخا 300 المانا تروكسي بزاف. ونصيحه لي زاوي حطها هي الاخيره في البلاسمون، ماشي نصيحه ولكن انت دخل دي سي جي اللي بغيتي فهمتيني. اخر اخر كارت لي زاوي هي هادي ديال هاد المشرومي هادي. هادي لي زاوي تتنقص من الماجيك اتاك هادي، لكن انت تتوقع انك لعب شي واحد يلعب لك بالماجيك لونسي هاد خونا هذا تفرقعو من الاخر فهمتي. سورتو انه حنا تلعبو مثلا باد مايرو هذا الماجيك تكون تريكو فهمتيني. لعبتي انت بحالي بهاد الاورت بهاد زعما لعبتي بهاد الكومبو هادي ديما الماجيك تكون تريك. ف خونا هذا اللي لعبتي به راه بدا يعاونك شويه غالبا تربح فهمتيني. ابار لك انت تحتي من شي واحد زعما عندو دي كارت واعرين ولا مطلعهم في اللاف ولا شي حاجه. تيبان لي الاخوان دويت على كاع النقاط زعما المهمه، هادو هما لي كارت اللي طلعت بهم انا السيرفر 3 فهمتي. تنشارك معاكم داكشي اللي درت وابخي راه نتوما غادي تعرفوا كيفاش تلعبوا بلاي كارت البلاسمون اللي هبات كما قلت لكم. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. اللي زعما نشوفكم في فيديو جديد. بيس.